رجعنا لحضراتكم من بعد الفاصل، والنهاردة هنعيش معاكم ليلة مختلفة هنستمتع فيها بموسيقى أحلى الأغاني الرمضانية القديمة مع بند شبابي زي ما حضراتكم شفتم كده من طلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس، بيتكون من الثلاثي اللي موجودين معانا النهاردة طومي فريد ومحمد السعيد وعبد الرحمن محمود. أهلا بيكم ومساءكم مساء الورد ومنوريني. أهلا بيك يا نورك. طيب انا عايزه بقى من البدايه كده ابتدي اعرف، انا حاسه ان انتوا يعني لسه طلاب في الجامعه ولا اتخرجنا؟ كلنا لسه طلبه. كلكم لسه طلبه. طب انتوا اتعرفتوا على بعض في الجامعه وقررتوا ان انتوا تعملوا باند، يعني قولوا لنا كده مشوار ابتدى منين؟ يعني احنا اتقابلنا في الاول في فريق مزيكا بتاع كليه الهندسه. تومي طبعا كان اتعرفت عليه في الاول، هو كان داخل بيلعب عود وعبد الرحمن كان بيلعب طبله، وبدانا في الاول كنخش مسابقات تبع كليه الهندسه. يعني انت اتعرفت عليهم وانت اوريدي بتلعب الكمان صح كده، وانت وكمان يا تومي وعبد الرحمن بتلعبوا الالات بتاعتكم وابتديتوا تعملوا ده كمان في الجامعه صح كده؟ طب قررتوا تعملوا باند انتوا الثلاثه بس لوحديكم ليه وازاي؟ هو احنا دايما بنتجمع، يعني انا ومحمد وفيلو بنتقابل في حفلات كتير، يعني بتجمعنا حاجات بره الجامعه. فبدانا عشان معانا عود وكمانجه، دي اكتر حاجه شرقيه في الفريق. فيعتبر دايما بننزل مع بعض حفلات ومسابقات وهكذا. يعني احنا نقدر نقول تخت شرقي ولا احنا بعاد؟ يعني لحد ما تخت شرقي. طب ايه اللي جاب القلعه عند البحر زي ما بيقولوا، هندسه وتخت شرقي؟ هو يعني المهندسين، اصل الموضوع بقى ابتدى يبقى باند وحفلات فواخد سكه الشغل مش بس الهوايه. فايه بقى هو الصراحه حته المزيكا دي هي اللي بتفصلنا عن مذاكره هندسه الصعبه. يعني طبعا انت عارفه منهج هندسه عامل ازاي واحنا بنعاني قد ايه، يعني مش عارفه ولو صعب مش عايزه. بس تسمعي بتسمعي اكيد. اوكي. فانتوا دي الحاجه اللي بتفصلنا، دي الحاجه اللي بتفصلنا. بنطلع الانرجي بتاعتنا، بنفصل شويه عن المذاكره والمود بتاع الدراسه وكده. شويه شويه من صعوبه الموضوع قررتوا تتنازلوا عن الهندسه ويبقى ده شغلنا؟ مش قوي. لا متاكد مش قوي. دي مش طالعه من قلبك يعني لحد ما شفت لو ضغطت عليك شويه هتقول لي اه، يعني انا مهندس بس انا عايز يبقى عندي باند وتاخده كده. الاثنين ماشيين مع بعض ان شاء الله توازي لحد ما نشوف ان شاء الله. هو لازم الواحد يبقى يعني معود نفسه ان هو بيعرف يعمل كذا حاجه مع بعض. صحيح. يعني مع الدراسه يبقى في موهبه يستغلها وكده. عبد الرحمن بص بقى، انا دايما يقال ان الطبله دي الناس بتبقى فاهمه ان الطبله دي اله سهله جدا، يعني ده مش قصه، مع انها من اصعب الالات اللي ممكن تتلعب والناس ما تعرفش، يعني معظم الناس زي ما بقول لك هي بتفتكر انها اله سهله. فقول لنا بقى برضو ليه طبله، وهل لما قلت انا هختار آلة الطبلة ده كان بالنسبة مثلا لأهلك او ليك، او كان في اي كومنتس على الموضوع ده، ولا ابتديت منين اخترتها ليه؟ في البداية اخترت آلة الطبلة لان انا كنت بحب اسمع اغاني ام كلثوم، كانت اكتر حاجة بتشدني هي الايقاع مش المزيكا، كان بيشدني آلة الايقاع. ما كنتش عارف الفرق بين الطبلة والرق والبونكس والحاجات دي، بس كنت حابب الصوت ده، انا عايز العب الصوت ده، عايز اعمل زي الناس دي. طب وليه الطبلة بالتحديد مش مثلا الدرامز؟ مش اصل الطبلة دي انواع كتير قوي. ليه الطبله دي بالتحديد؟ الطبله دي اولا هي اله مصريه قديمه جدا. يعني دي اقدم اله مصريه تقريبا موسيقيه في التاريخ، هي والهارب. بلس ان هي نوعا ما يعني اسهل حاجه تقدر توصل لها. الهارب اللي هو الكيثاره. الهارب اللي هو الكيثاره. ايوه بالظبط. اوكي. الطبله البلدي بتاعتنا دي هي اسهل اله تقدر تتعلم عليها. يعني توصل لها، يعني تبقى ليك اكسس ان انت تشتريها بسهوله. تتعلم عليها طبعا مش دي، يعني الحاجات فيها ابسط من كده شويه وارخص من كده شويه، بس أوكي. هي دي البدايه. يعني بس الايقاع اصل الحدوته. الايقاع هو اصعب ما في الحدوته، نص الموسيقى. يعني اي مقطوعه هي جزء نص ايقاع
ونص نغمه. يعني الراجل ده وانتوا بتعزفوا لو ريح شويه انتوا ضعتوا طبعا كلكم ضعتوا صح كده؟